تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفعاليات المقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث شارك في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة. كما توجه الرئيس لزيارة شباب اللجنة المنظمة والتعرف على دور غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم. وعبر الرئيس السيسي عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصرية، موجهاً الشكر للشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال القمة. تواصل فرق عمل اللجنة المنظمة المسؤولة عن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الخضراء جهودها في تنظيم فعاليات قمة المناخ، وتتكون اللجنة المنظمة من شباب البرنامج الرئاسي الذين اكتسبوا وتبادلوا الخبرات التنظيمية للأحداث الدولية الكبرى على مدار 6 سنوات السابقة منذ عام 2016 وصولا إلى مشاركتهم هذا العام في تنظيم قمة المناخ. وتظهر السمة الرئيسية لشباب البرنامج الرئيسي من خلال الثقافة الإدارة والتنظيم وروح الفريق التي تنتقل من دفعة إلى أخرى. تناولت جلسة نقاشية أجرتها منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء أهمية التحول نحو المباني الخضراء باعتبارها من أهم المحاور التي تحظى بالاهتمام عالميا في ضوء تحديات البيئة والمناخ. وتضمنت الجلسة تحذيرات من مخاطر البناء العشوائي والتقليدي على البيئة لما تستهلكه صناعة الإسمنت منطقة، كما أن البناء غير المخطط للمصانع ونواتجه يدمر البيئة ويؤدي إلى تلوث الغذاء وجودة الحياة بشكل عام. استقبل جناح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ وزير الزراعة السيد القصير، حيث استعرض خلالها جهود الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية. وأكد القصير على أهمية الجهود التي نفذتها الدولة المصرية في القطاع الزراعي كمشروعات 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة وتشكى الخير وغيرها من المشروعات التنموية الزراعية العملاقة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة. باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقويض اقتصاده بشكل كامل لإرضاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التغييرات الأخيرة في خطاب الاتحاد الأوروبي مع الدعوات للحوار والمفاوضات بين موسكو وكييف لا تدعمها جهود حقيقية في هذا الاتجاه. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX 30 بنسبة 34% خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما صعد أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 متساوي الأوزان، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 20.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 781.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن حملات تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط أكثر من 10 أطنان سلع غذائية ولحوم ودواجن مجهولة المصدر و3 مصانع للمواد الغذائية بدون ترخيص في القاهرة، كما تمكنت من ضبط قضايا أخرى في الجيزة والقليوبية.